بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا إحنا لقاؤنا يتجدد معكم في يوم الأربعاء كما اتفقنا من كل أسبوع، ومحاضرات مساق محاسبة الضرائب. طبعا صراحة احنا اليوم سنبدأ بالدخول الى الجانب العملي. انا اعلم انه يعني كثير او الجميع ينتظر المحالات العملية والموضوعات العملية في المساق، وبالتالي احنا في المحاضرات السابقة الحمد لله تعرفنا على مفهوم الضريبة، انواع الضرائب، تعرفنا ايضا على خصائص الضريبة، تعرفنا عن الفرق ما بين الضريبة والمصطلحات الأخرى، شاهدنا وشفنا مع بعض قواعد فرض الضريبة، مصادر التشريع الضريبي، وهذه صراحة موضوعات جميلة لكنها موضوعات نظرية. إحنا إن شاء الله اليوم حنبدأ ندخل في الجانب العملي. طبعاً إحنا الآن حنبدأ نتخصص، بمعنى أنه بعد ما أخذنا أنواع الضرائب وتحدثنا أنه في عندنا تصنيفات خمسة للضرائب، منها ما هو تصنيف حسب المباشر وغير المباشر، حسب الوعاء، حسب النسبة، حسب مراعاة شخصية المكلفة، الأنواع الكثيرة اللي أخذناها. الآن حنبدأ إن شاء الله نأخذ نوع من هذه الأنواع. حيكون ترتيبنا إنه إحنا حنبدأ بضريبة القيمة المضافة كأحد أهم أنواع ضريبة الإنفاق المفروضة علينا في فلسطين، ثم لاحقا إحنا ننتقل إن شاء الله لضريبة الدخل. فاليوم إن شاء الله رب العالمين سنكون معكم في المحاضرة الأولى من ضريبة القيمة المضافة، وإن شاء الله يعني الموضوع صراحة مهم جدا وحيوي جدا، وأتوقع أن أنتم في مساق المحاسبة والحاسوب مع أخونا الأستاذ أبو همام الأستاذ هاني والأخت الأستاذة سناء، يعني بدأت تدخلوا في هذا الموضوع وممكن تعرفتوا عليه. طبعا ضريبة القيمة المضافة من أهم الموضوعات صراحة في مساق محاسبة الضرائب، من أهم الموضوعات اللي عطول بتواجه الطالب بعد ما يذهب للتدريب الميداني، وأيضا ربنا بعد ما يكرمه في الوظيفة أول ملف وأول موضوع بيطرح أمامه هو موضوع ضريبة القيمة المضافة. فحنتعرف إن شاء الله على هذا الموضوع المهم بالشرح والتحليل والفهم، واللي صراحه بهمنا كثير انه انت تكون قادر كطالب انه فعلا تحتسب، اول شيء تفهم هاي الضريبه كيف بتتم، ايش المنظومه تاعت هاي الضريبه. يعني هاي الضريبه ضريبه سهله تصنف، لكنها يعني زي ما نقولوا اللي فكر فيها يعني عكروت، تمام، يعني قد الحال، لانه صراحه ضريبه تعتبر مصدر دخل كبير للدوله. كل محطة من محطات البيع للسلعة أو الخدمة والانتقال من مورد لمورد من طرف لطرف بتم فيها تحصيل الضريبة، وعندنا إن شاء الله حنشوف هذا المفهوم. طبعا نعمل عرض. صراحة نشوف في المحاضرة هذه تمهيد هيك سريع، حنعرف متى فرضت ضريبة القيمة المضافة علينا، حنشوف أيضا مفهوم الضريبة المضافة، إيش يعني ضريبة القيمة المضافة، خصائص ضريبة القيمة المضافة، إجراءات فرضها، واجبات المكلف بضريبة القيمة المضافة، وكشوف الضريبة المضافة المعروفة الكشف الدوري بالذات، والمستندات اللازمة لنظام الضريبة المضافة. طبعا احنا للعلم يمكن أنا صراحة السؤال أنا سألته لكم في أول المحاضرات، ودائما كنت بسأل أنا الطلاب في القاعات، وان شاء الله ربنا نرجع ان شاء الله نرجع لقاعاتنا الدراسيه قريبا، فدائما بسال الطلاب انه في حد يا شباب منكم بدفع ضريبه؟ طبعا اللي بدفع ضريبه يرفع ايده، فبتلاقي ما فيش الا انا بكون في القاعه كمدرس رافع ايدي. الان الطالب بيفهم كانه الاستاذ بدفع ضريبه لانه موظف، صحيح انا موظف وانت مش موظف كطالب، ربنا يكرمك ان شاء الله بالوظيفه واللي احسن من الوظيفه كمان. فالطالب بيفهم من آية الأستاذ الموظف وبالتالي بيدفع ضريبة على راتب، وهذا صحيح، لكن يا شباب أنا وإنتم كلنا مع بعض كل الناس بدفعوا ضريبة قيمة مضافة. أنت لما تروح تشتري قميص أو بنطلون أو تشتري شالة أو تشتري جلباب أو تشتري شنطة إلك أو تعبي كرت جوال أو تشتري جهاز جوال أو تشتري لابتوب،
انت بتدفعي اي مبلغ بتدفعيه نسبه منه 16% ضريبه قيمه مضافه. يعني لو انت رحت تعبي او دفعتي مبلغ 100 شيكل حق جلباب، 16 شيكل من ال 100 شيكل اللي انت دافعها هذه ضريبه قيمه مضافه. واضح؟ لو انت رحت تشتري جهاز جوال ب 1000 شيكل، 160 شيكل من قيمه هذا الجوال ضريبه قيمه مضافه، طبعا غير الضرائب الثانيه، غير ضرائب الجمرك، تمام؟ فهذا موضوع حنجي له لاحقا ان شاء الله. فالقصد انه انتم يا شباب ويا اخوات جميعا، تمام، بتدفعوا ضريبه قيمه مضافه. حتى لما انت كشاب بتروح تشتري بشيكل واحد فقط سلعه معينه، قلم او دفتر، دفعت من الشيكل هذا 1.6 ضريبه قيمه مضافه، تمام؟ فبدنا ننتبه للنقطه اللي صراحه الضريبه هذه ضريبه يعني مهمه جدا، والضريبه السلطه مهتمه فيها بشكل كبير، لانه هذه الضريبه تعتبر تقريبا بتزيد عن 30% من ايرادات السلطه من هذه الضريبه، يعني هي البقر الحلوب للسلطه. طبعا نحكي سلطه سواء في غزه او في الضفه، يعني طبعا في تفصيلات حنحكيها لاحقا، لكن الموضوع يعني للجهتين. طبعا ايش هي ضريبه القيمه المضافه؟ احنا اخونا بدنا ننتبه لموضوع مهم. ضريبه القيمه المضافه هي ضريبه عينيه. ايش يعني عينيه؟ يعني لا تراعي شخصيه المكلف. احنا شرحنا انواع الضريبه، وبالتالي اخونا الان بعد ما شرحنا انواع الضريبه كل مصطلح بحكيه الان لازم تكون فاهم كطالب. ضريبه عينيه معناه انه هي لا تراعي شخص المكلف، بتركز فقط على المال. انت اشتريت جلباب او شريت جلباب ب 100 شيكل يبقى عليك ضريبه مضافه. انت شريتي او شريت بنطلون ب 100 شيكل او 50 شيكل عليه ضريبه مضافه. بعنوش مين انت اللي اشترى، بعنوش من وين جبت المصاري، هو بعني انه انت استخدمت هذه الاموال للشراء، فقول بتدفع ضريبه قيمه مضافه. هي ضريبه نسبيه، نسبتها 16% على معظم السلع والخدمات، تمام؟ يعني نسبه ثابته، سواء انت رحت شريت سياره ب 10000 دولار او والله شريت كوز كولا بشيكل، انت بتدفع 16%. هي ضريبة غير مباشرة، ولما أحكي أنا يا شباب ويا أخوات غير مباشرة معناها أن هي تفرض، تستهدف إيش؟ تستهدف عين استخدامك للمال عفوا، وأنت لا تستطيع نقل عبوها للآخرين، أنت كمستهلك أقصد، عفوا أنت كمستهلك، تمام، تتحملها، لكن التاجر ينقل عبوها للآخرين، وعندنا حنشوف كيف. وتفرض على الانفاق، يعني تفرض على الانفاق، يعني انت والله لو معك الراتب بتاعك اخذته كله وخبيته في تحت البلاطه ما بتدفعش ضريبه مضافه، لكن لو طلعت الراتب هذا وشريت منه والله ب 50 شيكل جهاز مثلا دفايه او اي جهاز الكتروني او كارت جوال او غيره من 50 شيكل، تمام، انت بتدفع ضريبه مضافه. فهي ضريبه عينيه نسبيه غير مباشره تفرض على الانفاق، بتمثل 30% او اكثر حتى من ايرادات السلطه الفلسطينيه، هذا حسب احصائيات عام 2017. طبعا احنا اخواننا واخواتنا الاختصار عندنا الدارج حيكون لضريبه القيمه المضافه هي ضاد قاف ميم، اختصارها هي VAT in English. In English معناها VAT. ايش يعني VAT؟ Value Added Tax. طب ليش سموها يا استاذ ضريبه القيمه المضافه؟ احنا كلمه ضريبه عرفناها، لكن كلمه القيمه المضافه، القيمه المضافه اللي انت بتضيفها كتاجر او كطرف على السلعة. بمعنى انا والله شريت جهاز حاسوب بكم شريته ب 100، طب بكم بدك تبيعه ب 120؟ بدنا نضيف قيمه عليه قديش؟ 20. هاي استاذ المربح بالضبط. انت الان يا استاذ بت عندك مصنع ملابس، رحت شريت قماش، تمام، التوب القماش والله حقه مثلا 500 شيكل، لما انت فصلته وخيطته وعملت منه بناطيل، ال 500 شيكل جابوا لك 800 شيكل، تمام، بدك انت قديش ضفت قيمه؟ القيمة اللي انت ضفتها 300 شيكل، هذا عليها ضريبة قيمة مضافة، تمام؟ فعندنا حنشوف لما ناخذ مفهوم وتعريف ضريبة القيمة المضافة. الآن ايش هي ضريبة القيمة المضافة؟ ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على كل جزء يتم إضافته إلى السلعة أو الخدمة. مرة ثانية، ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على كل جزء يتم إضافته إلى السلعة أو الخدمة بنسبة 16% في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق والترويج إلى البيع. يعني واحد يا شباب جاب قماش وصنع منه بناطيل، تمام، هاي تصنيع،
اخر اخوان البناطيل هذه وداها لواحد محل ثاني بيعمل عمليه تغليف للبناطيل، يعني عشان يبكتوا ويعملوا في منظر هيك حلو، هذا اسمه تغليف. الشخص الغلف راح اعطاه وباعه لواحد يسوق، يعني محل تجاري بيسوق وبيعرض البناطيل هذه، تمام؟ هذه عمليه تسويق. بعد هيك اللي بيسوق لمين حيبيعه؟ للمستهلك النهائي، لان اخواننا عمين حترسب ضريبه في الاخر على حضرتك، على المستهلك النهائي. وهكذا في المراحل كلها. ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على كل جزء يتم إضافته إلى السلعة أو الخدمة، تمام؟ أستاذ الخدمة طبعا، على السلعة أو الخدمة في جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق والبيع، والنسبة بتكون نسبة ثابتة اللي هي 16%. في ناس بيسموها بيقولوا هي ضريبة على الأرباح، وهذا حنوضحها احنا في حين من خلال المثال بالأرقام، فهي نسبتها 16%. الآن السؤال أخواننا المهم، إنه متى فرضت هذه الضريبة في فلسطين؟ تمام، طبعاً هي للعلم مفروضة في الكثير من دول العالم، وأول دولة فرضتها في الستينات هي فرنسا. طبعاً مفروضة في كثير من الدول العربية، يمكن آخر دول فرضتها كانت مصر، فرضتها السعودية، فرضتها دولة الإمارات، ويمكن السعودية والإمارات فرضوها في 1/1/2018، يعني قبل سنتين، وكانت النسبة 5%. لكن لما داقوا خيرها كدولة، يعني فيها بركة فيها ربة، تمام، زي ما بيقولوا، بالإضافة إنه السعودية والإمارات تضرروا كثيرا في موضوع انخفاض أسعار البترول، فإيش سووا؟ راحوا لجأوا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة وزودوها وصارت 15%، يعني شوف من 5 صارت 15%. طبعا يا استاذ احنا الضريبه عندنا قديش؟ احنا سابقين السعوديه وسابقين مصر وسابقين الامارات يا سيدي، احنا 16%، زي اليهود احنا. تمام؟ فمتى فرضت هذه الضريبه؟ اخوانا فرضت الضريبه في عام 1976، مش في النكسه، بعديها 76. تمام؟ اليهود احتلونا احنا في 67، بعديها فرضوا في 9 سنين فرضوا ضريبه القيمه المضافه. طبعا هم فرضوها بامر عسكري اسرائيلي رقم 535، لكن اليهود مكرين كعادتهم وشاطرين، فقالوا ان احنا فرضناها بمقتضى قانون المكوس اللي هو رقم 316 لعام 63، هذا قانون اردني كان مطبق في الضفه، تمام، وفرضت بامر عسكري اسرائيلي. طبعا بعد هيك ظلت الضريبه هذه ساريه على الضفه الغربيه وقطاع غزه وعلى فلسطين قاطبه حتى قدوم السلطه، لان السلطه اجت في 93 حسب اتفاق اوسلو، وعطول السلطه عملت ملحق لاتفاق اوسلو، ملحق اقتصادي يعني معروف عنه باسم اتفاق باريس الاقتصادي. انا ان شاء الله حنزل اتفاق باريس الاقتصادي على الكلاس روم تشوفوه. طبعا اتفاق باريس الاقتصادي كان من ضمنه موضوع بشكل واضح موضوع ضريبه القيمه المضافه، وقيد ومنع السلطه من الغاء هذه الضريبه. يعني انت يا سلطه يا فلسطينيه في اتفاق باريس وقعت انه هي لا تستطيع ان تلغي ضريبه القيمه المضافه. طيب يا استاذ، هل ضريبة القيمة المضافة قانون يعني وضع المجلس التشريعي عندنا في فلسطين؟ لا، هي تفرض وتطبق بموجب امر عسكري اسرائيلي وقننت، يعني حطوا عليها الصبغة القانونية، هيك اعتبروا يعني هم، وهذا طبعا كلام مش صحيح وكلام غير قانوني وغير دستوري. قننت من خلال اتفاق باريس الاقتصادي بين اليهود او بين اسرائيل وبين الاحتلال الاسرائيلي وبين السلطة الفلسطينية، لكن الأصل في القوانين أنه أنا كدولة بعتبر حالي دولة فلسطين بدي أضع قانون من خلال المجلس التشريعي، لكن هذا للأسف تم مصادرته من خلال اتفاق باريس الاقتصادي، وبالتالي السلطة طبعا هي غير قادرة وغير معنية، طبعا لا ترغب في ذلك، لأنه زي ما حكينا زي هي بقرة حلوب للسلطة ضريبة القيمة المضافة. طبعا ضريبة القيمة المضافة شباب لها شقين حنحكي فيهم، في محل وفي مقاصة حنوضحها في حينه. طبعا ضريبة القيمة المضافة ايش في الاتفاقيه؟ انه بحق للسلطه انه تفرض الضريبه المضافه ممنوع تلغيها، لكن بحق انه تقل او تزيد عن المطبق في اسرائيل ب 2%، يعني لو اليهود مطبقينها 15 احنا ممكن نطبق 15 او 17 او 13، طب لو اليهود مطبقينها 20 او ممكن يكون عندنا احنا 18 او 22، طب لو اليهود مطبقينها 10 او ممكن يكون احنا 8 او 12 او ممكن تكون 10 عادي، لكن لو السلطه بدها تغير وتخالف اسرائيل، تمام، وهذا صعب لانه احنا مرتبطين اقتصاديا وكثير في حركه استيراد واستيراد بالذات من اسرائيل، فلو بدها تخالف السلطه اسرائيل ممكن تخفض الضريبه عن اسرائيل 2 او تزود 2. طب يا سيدي لو ضلوا زي بعض مع اسرائيل هيك الموجود اصلا وهذا المتاح، فعشان هيك
المرحلة الأخيرة أنه حاليا مطبقة ضريبة القيمة المضافة منذ قدوم السلطة عندنا حتى الآن. طبعا هي تدرجت وتغيرت النسب، مرة كانت 8 12 15، مرة قعدت فترة 14.5، يعني تلاقي في بعض المراجع أنه ضريبة 14.5، بعدين استقرت على 16%، مرة وصلت 17%، كانت قعدت فترة 17%، لكن حاليا هي 16%، وهي على هيك أيضا مطبقة في إسرائيل بنسبة 16%. لكن اخونا الطامة الكبرى انه انا اقتصاديا مش زي اسرائيل، تمام؟ وضع الاقتصاد عند الرواتب المشروعات الشركات مش زي اسرائيل، الناس مش زي اسرائيل، وضع الاقتصاد انا اتحدث. احنا تو حكينا انه الامارات والسعوديه وهي دول نفطيه ودول يعني متقدمه تعتبر اقتصاديا وعندها مواردها، الضريبه كانت 5 وزودوها 15، لكن انا عندي الضريبه كانت 17 وحاليا 16%، تمام؟ فهذه هي المصيبه الكبرى، لكن هم الجماعه مش معنيين في هذه او تغيير هذه الضريبه. الان خصائص هذه الضريبه، طبعا الخصائص صراحه بدك تاخذها بالفهم، انا هن حاطه عناوين مشروحه في الكتاب، لكن بدك انت تكون فاهمها. القضيه مش قضيه اذكر خصائص، لا مش حقول لك انا في الامتحانات اذكر خصائص ضريبه القيمه المضافه اطلاقا. حقول لك ما المقصود انه والله ضريبه القيمه المضافه تعتبر ضريبه نسبيه. اها. ايش المقصود لما اقول لك والله انه تعتبر ضريبه القيمه المضافه او لا تشكل او لا تعتبر عنصر من عناصر التكلفه؟ لك تكون انت فاهم النقطه هذه. اول نقطه، تمام، اول نقطه انه هي ضريبه غير مباشره، هذا كنا تحدثنا عنها النقطه هذه، ايش يعني ضريبه غير مباشره؟ مين يحكي لي؟ لك تكون انت تعطوني مستحضر الاجابه حتى لو انا مش معك في القاعه. تمام، ضريبه غير مباشره انه هي تفرض على استخدامك للمال، طلع جي شيكل من جيبك واشتري بتدفع ضريبه قيمه مضافه، والتاجر يستطيع نقل عبوها لمين؟ للمستهلك النهائي، الك او نقلها عليك. طيب يا استاذ الحكومه بتعلم بالكلام هذا؟ يا استاذ ما الحكومه بتعرف بالكلام هذا، هو عامله هيك بالعامل يعني، تمام، تقلقش يعني. الحكومه طول العمر ذا الحكومه بيعرف الكلام. الخاصية الثانية من خصائص هذه الضريبة إن هي ضريبة متدرجة. إيش يعني متدرجة؟ إحنا قلنا متعددة المراحل، بمعنى إدماش. الإدماش إيش أصله يا شباب؟ خيط بنعمل له غزل ونسيج وما بعرف إيش، بصير قماش. القماش بنوديه على مصنع بنقصه بنعمله إيش؟ بناطيل. البناطيل بنغلفها بصير إيش؟ منتج جاهز للبيع، بنحط في محل بتنباع. تمام؟ أنت تخيل والله مثلا خلينا نقول صناعة، خلينا نقول الجهاز الكهربائي مثلا، احنا ما بنصنعش اجهزة كهربائية، لكن جهاز كهربائي بيكون عبارة عن ادوات او بلاستيك او غيره. مثلا عندك في موضوع المشروبات الغازية مثلا الكولا وغيره، تمام، بتدخل فيه كثير مراحل وهكذا. الاثاث يا شباب على سبيل المثال، تصنيع الاثاث هو بيكون الاثاث خشب، تمام، في تجار الخشب بيبيعوه خشب، في ناس بيشتروه كنجارين وبفصلوه طقم نوم مثلا. بعد هيك طقم النوم هذا ايش بصير؟ بصير منتج جاهز، تمام، وبيشتروا ناس اللي هم معارض الاثاث، تمام، معرض الاثاث هذا بيعرضوا عنده، بروح ببيعه لمين؟ للعريس، تمام، اللي بده يشتري طقم النوم وهكذا، تمام. الخاصيه الثالثه، فكل مرحله من المراحل هذه اللي انا حكيتها في ضريبه قيمه مضافه، وعندنا حنشوف كيف. ضريبه نسبيه اللي نسبتها 16%، نسبه ثابته على معظم السلع والخدمات، تمام. النقطة الرابعة هي ضريبة عينية. إيش يعني عينية؟ يعني هي فقط تنظر إلى عين المال، لكن بتغمى عليها وبتتعامى عن المكلف. هي اسمها ضريبة عمياء أصلا، معنى أنه طب اللي عم المكلف والله هذا الشاب اللي شرى هالقميص والبنطلون والله شحته دين، زكاة مال واحد أعطاهم، لا مالناش دعم، ما بيعنينيش، تمام، طالما هو راح يشتري واشترى بده يدفع ضريبه قيمه مضافه. هي ضريبه عينيه، وايضا هي ايش؟ هي ذات اجراءات سهله مبسطه، يعني اخونا سهله، هي صح ضريبه بشويه يعني خطيره لكن سهله، اجراءاتها في السيستم تاعها سهل، حنشوفه ان شاء الله. ايضا من ضمن الخصائص هي ضريبه اقليميه، ايش يعني اقليميه؟ بمعنى البضاعه اللي بتتصدر برا على الاردن وعلى مصر وعلى كل دول العالم ما فيش عليها ضريبه مضافه، وعندنا حنشوف الكلام هذا، هي ضريبه تفرض على نطاق سيطره السلطه الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا على العلاقة مع الجانب الإسرائيلي أو مع الاحتلال الإسرائيلي. هي دورية التحصيل، كل قديش أستاذ؟ كل شهر. طب يا أستاذ قديش بدفعها؟ أنت بتدفعها كل ما تشتري كمستهلك، لكن التاجر بحاسب عليها كل شهر كشف دوري. تمام؟
تدفع بصورة نقدية، ما ينفعش ندفعها والله، يعني أنا والله محل ببيع أثاث، ببيع ملابس، ببيع غيره، لا ما ينفعش ندفعها أثاث أو ملابس أو طحين أو سكر، لا تدفعها كاش إلا في حال المصادرة. يعني أنت ما بدكش تدفع، فالسلطة بتصادر أموالك وبتاخذ حقها من الضريبة. ضريبة عينية قلنا إنه هي تفرض على عين المال، هي أيضا هي وفرة الحصيلة. إيش يعني؟ خيرها كثير، خيرها كثير، قروشاتها كثيرة قلت العجائز. فالسلطة مهتمة فيها بشكل كبير جدا، لأنه إخواننا النسبة اللي بتتحسن، أنت بتحكي على 16% نسبة ليست قليلة. هي أيضا تساعد في الرقابة على الشركات. كيف يعني تساعد في الرقابة على الشركات؟ تمام، أنا بس بدي أرجع لنقطة عشان أتأكد منها موجودة ولا لا، وما يكون في عندي صار خطأ في المعلومات. العينية مكررة، تمام. شباب، هان إيش يعني تشكل رقابة على الشركات؟ شباب، إحنا هنشوف لقدام شوية آخر المحاضرة والمحاضرة القادمة إنه كل شركة بالذات المشتغل المرخص يجب أن يقدم كشف ضريبي. وكشف الضريبة لازم يقول إن أنا والله كشركة العودة اشتريت بضاعة من شركة القدس، فلازم أظهر إني اشتريت من شركة القدس، تمام؟ لأن لو أنا رحت على كشف شركة القدس ولقيته مش جاي بسيرة إنه باع بضاعة للعودة، إيش بسوي أنا؟ بكشف التلاعب بتاعه، لأن أنا عندي كشفين قبل بعض، هذا كشف العودة، تمام؟ وهذا كشف مين؟ القدس. هذا اشترى، أكيد هذا حيكون باع. طب إذا هذا اشترى وهذا مش بايع كاتب، في صار عندي تلاعب، واضح؟ هاي موضوع الرقابه وحنشوف. اخوانا في نقطة مهمة يمكن بس في الخطأ المطبعي، أن ضريبة القيمة المضافة لا تعتبر عنصر من عناصر التكلفة، ضريبة القيمة المضافة ليست عنصر من عناصر التكلفة، إيش يعني؟ بمعنى أنت كتاجر ما ينفعش تحط في ضريبة في قائمة الدخل ضريبة قيمة مضافة. طب يا أستاذ، ما هو لما اشترى دفع ضريبة القيمة المضافة، صحيح. لكن هو لما شرى السلعه ب 1000 ودفع عليها مثلا 160 دولار ضريبه قيمه مضافه، هو يا شباب لما يبيع كتاجر لما يبيع هيسترد الضريبه المضافه، يعني حطها باليمين اخذها بالشمال، واضح؟ انا بحكي على التاجر، احنا كنا شغلنا عن التاجر مش عن المستهلك، المستهلك بيتحملها. لكن انا كشركه لما اشتريت بضاعه ب 1000 دولار انا دفعت 160 دولار عليها ضريبه مضافه، تمام؟ ال 1160 انا دافع، لما ابيع بسترد ال 160 اللي انا دفعته، فبالتالي ضريبه القيمه المضافه لا تعتبر عنصر من عناصر التكلفه. اجراءات فرض الضريبه المضافه في فلسطين، اجراءات فرض الضريبه المضافه في فلسطين، هنا اخوانا بنحكي موضوع ال 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 بنحكي على المكلفين، بنحكي على المكلفين. بنحكي هنا عن المكلفين. إجراءات فرض الضريبة في فلسطين عندنا أول نقطة بدنا نعرف اللي هو نفهم موضوع الإجراءات، إنه مع مين تفرض الضريبة؟ بتفرض يا شباب الضريبة على المشتغل. المشتغل يا شباب هل بتقسم إلى ثلاثة أنواع، في مشتغل مرخص، في مشتغل صغير، في مشتغل معفي. صراحة أنا مش معني أدخلكم في التفاصيل هذه، لكن على السريع المشتغل المرخص هو مشتغل، تمام، يحق او لازم يصدر فاتوره ضريبيه، يحق له اصدار فاتوره ضريبيه. طب قد ايش يعني شغل مرخص؟ اخوانا صفقاته وايراداته ومبيعاته بتبلغ 185,000 شيكل بالسنه. اذا هيك او اكثر هو مشتغل مرخص، لازم يصدر فاتوره ضريبيه وبيحصل على شهاده مشتغل مرخص. تمام؟ طبعا في ملاحظه انه لا ينطبق شرط الحد الادنى عن المهن الحره. موضوع الصفقات 185، فكل ما نحاول تعتبر مشتغل مرخص ملزم، يعني واحد عنده عياده طبيب، مكتب محاسبه، مكتب هندسه، هذا ملوش حد ادنى من الصفقات ولازم يصدر فاتوره ضريبيه بالخدمه اللي بيقدمها. اثنين، المشتغل الصغير هو مشتغل مكلف بدفع الضريبه المضافه، وذلك اذا كانت ايش حصلت ايراداته من 44,200 لاقل من 185,000 شيكل. هو غير معفن التصريح عن ايرادات النفقات، لازم يقدم كشف دوري، هو بيلزم يصدر فاتوره صفقه، فاتورة عادية يعني مش فاتورة ضريبة، ويحق له أن يخصم ضريبة المشتريات من ضريبة المبيعات، يعني حتى الضريبة اللي هو لما يشتري ويدفعها بيستردها. المشتغل الصغير، المشتري من المشتغل الصغير لا يستطيع أن يخصم الضريبة، أنت الآن رحت اشتريت من مشتغل صغير بتقدرش تسترد الضريبة بتاعتك، لا يستطيع أن يخصم الضريبة المدفوعة عند الشراء من ضريبة المبيعات، هذا كله خلينا ناخذه في العملي. المشتغل المعفي هو اللي بتقل حصيلة إيراداته عن إيش؟ وصفقاته عن 44,200 في السنة، هذا مشتغل معفي.
لكن هو ملزم بتقديم الكشف الضريبي، ملزم بتقديم الكشف الضريبي، ولما يشتري يدفع طبعا ضريبه قيمه مضافه، ومش معفي من ضريبه مضافه لكن بيستردهاش. ملاحظه مهمه هذه بالنسبه للشباب للمؤسسات الماليه، المشتغل فعلا في مشتغل بانواع الثلاثه، وفي مؤسسات ماليه. ايش يعني مؤسسات ماليه؟ هي شركات البنوك، اللي هي البنوك. لا يجوز للمؤسسات الماليه اصدار فواتير ضريبيه مطلقا، يعني فيش البنك بقيتاش فاتوره ضريبيه، لا يجوز لها خصم المدخلات. هي فقط بتحاسب على الارباح وعلى رواتب الموظفين فقط لا غير. يعني اخوانا حتلاقي انت لو دخلت على قائمه الدخل لبنك فلسطين حتلاقي عندك مظهر ضريبه قيمه مضافه على الارباح وضريبه قيمه مضافه على الرواتب. البنك اخوانا بيدفع ضريبه قيمه مضافه على الارباح وعلى رواتب الموظفين، عنده هذه حاله خاصه بالبنوك. اذا بالنسبه للكشوف، عشان بس نتعرف على هذه اخوانا موضوعات سريعه نوقفها. اخوانا الكشوف انواع، في الكشف الدوري. ايش مقصود في الكشف الدوري؟ الكشف الدوري هو خلاصه شهريه، انت لازم تعمل كشف دوري وتقدمه كل شهر لمين؟ لدائره الضريبه القيمه المضافه. هذا بيشمل عندك الايرادات والمصروفات الشهريه، ولازم تقدمه للضريبه خلال 15 يوم من الشهر التالي. يعني انا بدي احكي والله عن كشف شهر 3، متى لازم اقدمه؟ لا، في 15/4. تمام. طب لو تاخرت بصير عليك غرامات. يشمل الكشف ايش؟ اسم المشتغل، والله شركه الهدى، عنوانك، المنطقه اللي بتشتغل فيها، رقم الملف الضريبي تاعك، رقم المشتغل المرخص تاعك، الفتره اللي انت بتحكي عنها شهر 3 شهر مارس، الايرادات والمشتريات عن هذا الشهر، قديش انت بعت وقديش شريت. لان انواع الكشف الدوري حناخذهم على السريع عشان نتعرف عليهم. تمام. الان اول نوع اللي هو كشف دوري للدفع، هذا اخونا حنتعرف عليه. ايش يعني كشف دوري للدفع؟ يعني هان انت كتاجر اشتريت بضاعه، كم دفعت ضريبه مضافه لما اشتريت؟ دفعت والله 100 شيكل مثلا. لما بعت انت حتقبض هالقد لما تبيع، كم قبضت ضريبه مضافه؟ قبضت 150. تمام. الضريبه بتقول لك بكل اختصار اللي دفعته خذه، انت دافع 100 وقابض 150، اللي دفعته خذه. طب وال 50 اللي ضلت بدك تدفعها لمين؟ للضريبه. بسموه كشف دفع دوري. الان كشف دفع دوري صفري، ايش معنى كشف دوري صفري؟ انه انت في خلال مثلا شهر 9 ما بعتش حاجه، يعني منحفه في كورونا، الله يفرجها علينا. تمام. فبتعمل كشف دوري صفري. طب بس بنفع ما نقدمش؟ لا، لازم تقدم استاذ، لازم تقدم كشف دوري صفري. النوع الثالث هو كشف دوري ارجاع. ايش يعني كشف دوري ارجاع؟ يعني انا رحت شريت بضاعه ودفعت ضريبه قيمه مضافه 1000 دولار، راح عدى الشهر وما بعتش ولا حاجه. طب انا يا عم دافع 1000 دولار، بدي استردهم. بحق لك تستردهم. تمام. بس لازم تعمل كشف دوري ارجاع، انه يا عم شاري كتاجر، يا شباب كتاجر، ودافع ضريبه قيمه مضافه ب 1000، لكن انا ما استرديتها، يعني ما بعتش اصلا، فبتاخذ كشف ارجاع. او انا والله دافع ضريبه قيمه مضافه ب 1000 دولار ضريبه قيمه مضافه، لكن لما بعت استرديت بس 200، طب انا بضل بدي 800، بتعمل ايش؟ كشف ارجاع. في شباب اللي كشف المكمل، المكمل المقصود فيه انه انت والله الكشف الدوري اللي انت بعته كان في نقص، في فاتوره مش حاططها، في شيء انت مفقود كان عندك، بترفق كشف مكمل عشان ما تعملش كشف من جديد. في الكشف البديل، الكشف البديل لو الكشف المقدم بالاول كان في خطا او في مشاكل او في يعني صار رفض له، يعني في بعض هذا، بتعمل كشف بديل مع توضيح الاسباب وبعض التفاصيل اللي مطلوب توضحها انت للضريب. لكن اكون اهم شيء صراحه، اهم شيء عندنا في موضوع الكشوف هو ايه؟ هو الكشف الدوري، هذا اهم شيء. تمام. وفي عندنا كشف الارجاع، هذول اهم شيء عندنا، لكن هو اهم شيء كشف الدوري، طبعا شكلهم قريب من بعض. تمام. الان المستندات اللازمه لضريبه القيمه المضافه، ايش بيلزمني انا اقدم مستندات لضريبه القيمه المضافه وبطلبوها؟ طبعا غير الكشف الدوري، هذا النموذج هم بيعملوه. المستندات، اول شيء في عندي الفاتوره الضريبيه، عندنا حنشوف كيف شكلها. الفاتوره الضريبيه واضحه ومفهومه جدا. هذه اخواننا هي الاساس، وعندنا حنشوف تفاصيلها، هي الاساس واهم مستند. انت اذا بتبيع بضاعه يجب كمشتغل مرخص ان تصدر فاتوره ضريبيه، ولها شروطها وحدوتها. تمام. النوع الثاني من المستندات، اذا فيش فاتوره ضريبيه، في شهاده ارساليه.
يعني الشهادة الإرسالية، يعني الإخوة اللي أخذوا الأصيل أو بدرسوا أصيل أخذوا الإرساليات أتوقع أو هياخذوها. تمام. الإرسالية شباب نوعين، في إرسالية داخلية يعني أنا والله بدي أنقل البضاعة من مخزن في غزة لمخزن في خان يونس، أنا بايع البضاعة، لا أنا بس ناقل من مخزن أنا، أو أنا والله أنا مثلا شركة خلينا نقول غزة للمواد الغذائية، أو خلينا نقول شركة والله مثلا معرض الحداد للسجاد مثلا، تمام، او شركه فوم كل الاسفنج، راح نقل فرشات من فرع في غزه لفرع في خان يونس، هذه ارساليه داخليه بتدخلش في كشف الضريبه هذا لانه ما باع شو. لكن لو كانت ارساليه خارجيه يعني انت والله تطلع بضاعه من شركه مثلا الهدى الى شركه العوده، ليش مودي له هيك لله يا محسن؟ لا بدك تبيع له بضاعه. في فاتوره ضريبيه؟ لا. في ارساليه. الارساليه انا تعتبر مستند بس يجب ان تغطى الارساليه خلال 14 يوم، يجب ان تصدر الى الارساليه فاتوره ضريبيه خلال 14 يوم. تمام؟ هذا للمبيعات، لو كانت خدمات خلال 7 ايام. تمام؟ اذا الارساليه الخارجيه يجب ان تغطى خلال كم يوم بفاتوره؟ خلال 14 يوم. الان خلينا نشوف موضوع الفاتوره، اخواننا مكونات الفاتوره صراحه بدنا نركز على نقاط مهمه. الفاتورة لازم يكون موجود فيها شعار الشركة، اسم الشركة، رقم مشتغل مرخص، عنوان الشركة بنحط فيها التاريخ تاع الفاتورة، الرقم الضريبي تاع الشركة، بنحط عنوان واضح انه هذه فاتورة ضريبية قيمة مضافة، هذه فاتورة ضريبية. VAT invoice. تمام؟ بدي طبعا هي معمولة بالعربي والانجليزي الفاتورة في البيانات فوق. لما تكتب اسم العميل، انت لمين بايع البضاعة؟ عنوانه، هاتفه، الفاكس، انت رقم الضريبي تاعه، رقم الايميل تاعه، رقم تليفونه، كل شيء. بدك تحطها في الفاتورة تفاصيلها، وصف الصنف، تمام، الـ items description، بدك توصف الصنف، ايش الصنف؟ والله هذا عبارة عن ثلاجة أنكور مثلا 20 قدم مثلا، تمام، قديش الوحدة؟ كم الكمية؟ كم سعر الوحدة؟ كم القيمة؟ قديش الضريبة اللي 16%؟ كم الإجمالي؟ الصنف الثاني والله عندنا شاشة سامسونج قديش؟ 50 بوصة، كم وهكذا، تمام، بتحط الإجمالي غير شامل الضريبة، بتضيف الضريبه اللي هي طبعا 5% اذا نموذج من برا لك احيانا ضريبه 16%، احنا ضريبتنا 16%، تمام، 16%. الفات عندنا، تمام، الفات 16%، تمام. هو بتجمع الاجمالي وتحط طبعا التوقيع والختم، هذا اهم الامور لازم تكون موجوده في الفاتوره الضريبيه. احنا هيك بكون شباب اخذنا زي ما نقولوا تعريف وتمهيد وما دخلناش طبعا في العملي، لكن هذه صراحة مصطلحات مهمة لازم كنت تفهمها فيما يتعلق بفهمك لضريبة القيمة المضافة. بتمنى الأمور تكون يعني سلسة وسهلة ومتدرجة بشكل جميل، وإن شاء الله المحاضرة القادمة حندخل في الجانب العملي لضريبة القيمة المضافة. بشكركم كثير على استماعكم، بتمنى أنه تتابعوا المحاضرات أول بأول، وبأرجو بتمنى أن أشوفكم إن شاء الله في المحاضرات المباشرة اللي حتكون عندنا يوم الأربعاء. شكرا جزيلا طلاب وطالباتي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.